فريق نيابي في القانون التعديلي للقانون المدني على اساس انه احنا كنعرفوا بان المغاربه كلهم انخرطوا في الحجر الصحي، والخروج من الحجر الصحي كان كينتظر او المغاربه كينتظروا منا كمسؤولين سياسيين، كينتظروا منا واحد اجراءات عمليه، لانه كنعرفوا بان كل شيء توقف عن العمل خلال 3 شهور، كل شيء انخرط. اليوم كاين خروج العوده للحياه الاقتصاديه للحياه بشكل عام، فبالتالي كان الحكومه انها تقوم بواحد اجراءات جريئه وتخرج من المعتاد، لانه هذه مرحله غير عاديه. نعم. الاشكال الحقيقي اللي احنا واقفين عليه اللي خصو حل في اسرع الاوقات ان هذا الخروج من الحجر الصحي، المغاربه غادي ينتظروا في 3 شهور ولا 4 شهور اللي جايه واخا ما نديروا والو، ولكن من بعد السنه المقبله والسنه المواليه الا ما كان شي نتائج ايجابيه غادي تكون واحد النوع ديال الاحتقان. بالتالي يقدر يرجع الحجر الصحي. لا، كنتكلم انا عن الحياه الاقتصاديه، الحجر الصحي انا ما عنديش، لست مسؤولا على ذلك، كنتكلم عن الحياه الاقتصاديه، لان بزاف ديال المناصب الشغل اللي انضطرات، بزاف ديال توقفات، يعني وقع واحد الشلل بطريقه او باخرى. كان الهدف انه تكون واحد القانون مالي تعديلي اللي يستجب. كنشوفوا الدول الاقتصاديه الكبرى 750 مليار اورو باش ينعش الاقتصاد ديالو، الولايات المتحده، بالتالي المغرب كان حتى هو خصو ينخرط. نوصلوا ل 7.5% ديال يعني العجز المالي، ماشي مشكل. نوصلوا 10 ماشي مشكل، لان المشكل هو وجود قانون مالي مهيكل يستجيب للتطلعات ديال الساكنه ديال المغرب ويرجع الحياه للمغاربه. نعم. على قضية ديال الاجتماع ديالكم، القضية ديال الانتخابات ديال 2021، الرؤية ديالكم في إطار مع ضد والمسائل اللي أنت أدرى بها. لا، احنا اليوم حاضرين في فاس في اجتماع المكتب الجهوي ديال فاس، مكناس، مجموعة الموسيقى الجهوي والإخوة الموسيقيين الإقليميين، اللي وقعوا واحد العقد النجاعة في واحد مجموعة ديال الالتزامات، إجراءات، الاشتغال، التنظيم إلى غير ذلك، باش تكون عندنا نتائج إيجابية إن شاء الله خلال المرحلة المقبلة. التجمع قدم مذكرته للوزارة الداخلية كباقي الأحزاب السياسية، سيعلن عن مضمونها في الوقت المناسب.